طيب تعالى بقى نروح لكوفيد، لان احنا كنا لسه بنتكلم مش بس امبارح، احنا بقى لنا فتره طويله بنتكلم بتاع سنتين يعني نادي ليفربول تحديدا امبارح كنا بنتكلم، لا تحديدا في الدوري الانجليزي وفي اوروبا الموضوع صعب جدا. فليفربول امبارح تقدم بطلب رسمي لتاجيل مباراته ضد ارسنال ده في كاس الرابطه الانجليزيه بسبب انتشار فيروس كورونا ده في صفوف الفريق بقى نفسهم. قال النادي يمكننا تاكيد تقديم طلب لتاجيل مباراه الذهاب في نصف نهائي كاس كارابو المقرر لعبها يوم الخميس اللي هو طبعا بكره امام ارسنال، ده بسبب العدد المتزايد من حالات كوفيد 19 الايجابيه المشتبه بها. ويعني اعتقد كده كورونا عامل ازمه في ليفربول بعد ما عمل ازمه في باريس سان جيرمان، ما تعرفش النادي اللي جاي ايه، بس واضح ان هو شرس جدا في طبعا اوروبا الفتره دي. صحيح، وعامل ازمه في اوروبا كلها فعلا مش بس حتى انجلترا.